أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الوعدة الرابعة، الحياة اليومية، الدرس الخامس والثلاثون، التدريب الثالث، سل بين الجملة والسورة المناسبة. الطالبة الأولى ياهور، هل أنت هنا؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله السلام عليكم. وبركاته. أي سورة للجملة الأولى؟ يذهب إلى البيت بالحافلة. يذهب. دال. دال، صحيح. الجملة الثانية، يقرأ القرآن في غرفة النوم. جيم صحيح. الثالثة، جيم الجملة يذهب السادسة، إلى المدرسة. هنا لدينا الساعة الثامنة، وهنا مكتوب الساعة الثامنة، لذلك الأفضل أن نستعمل دال لهذه الجملة. ويذهب إلى البيت بالحافلة، يمكن أن نستخدم هذه الصورة. هل فهمتي؟ بالسارة. الجملة الرابعة، سارة، يس سر. الجملة الرابعة، نعم أستاذ. يغسل الملابس في الحمام. با اوكي. صحيح أستاذ. يس. الجملة نعم. الخامسة، الجملة الخامسة، تسكن غرفة النوم يوم تقنص. العطلة. صحيح. تكنس غرفة النوم يوم العطلة. سورة ح. السؤال والجواب، ما الجواب للسؤال الأول؟ جيم مدى السؤال الثاني، همزة. همزة السؤال الثالث، با السؤال همزة الرابع، دال. التدريب الخامس، اكرر الفكرة ثم أجب. أوكي. Anyone of you read it? So can I? Okay. Okay, sir. أسرة أحمد لا تنام بعد الصلاة يوم العطلة. طه يسكن غرفة الجلوس. يكنس. وفاطمة يكنس. Okay, sorry. So I'll repeat it again. طه يكنس غرفة الجلوس. وفاطمة تسكن غرفة النوم. تكنسو. تكنس. أوكي سو فاطمة تكنس غرفة نومي. وأحمد يغسل الملابس. ولطيفة تقوي الملابس. وجدة تغسل الأطباق. والجد يقرأ القرآن. قول ماذا تفعل الجدة؟ جدة تغسل الأطباق. تغسيل الأسواق. ماذا يفعل أحمد؟ أحمد أو أحمد يغسل الملابس. يغسل الملابس. ماذا تفعل فاطمة؟
فاطمة آه. تكنس غرفة النوم. ماذا تفعل لطيفة؟ هي تقوي الملابس. ماذا يفعل طه؟ طه يكنس تها غرفة الجلوس. ماذا يفعل الجد؟ هو يفعل جد أنه هو يقرأ القرآن. يقرأ القرآن. اقرأ الفكرة ثم أجب هور اقرأي. يستيقظ طاهر عند الفجر ويتوضأ في البيت ويذهب إلى المسجد. يصلي طاهر الفجر في المسجد. طاهر يقرأ القرآن ولا ينام والأينام بعد ولا ينام بعد الصلاة. متى متى يستيقظ يستيقظ طاهر؟ طاهر؟ يستيقظ عند Yes. الفجر. أين يتوضأ؟ أين يتوضأ هو في البيت. يتوضأ؟ أين يتوضأ في يذهب؟ البيت. يذهب إلى المسجد. أين يصلي الفجر؟ يصلي الفجر في المسجد. هل ينام يصلي بعد طاهر الصلاة؟ الفجر. ماذا أستاذ؟ هل ينام بعد الصلاة؟ هل ينام بعد الصلاة؟ ماذا؟ لا ينام بعد الصلاة. ماذا يفعل بعد الصلاة؟ بعد الصلاة هو يقرأ القرآن. يقرأ القرآن. نعم. Okay, son, repeat what you hear. الوحدة الرابعة. Can't hear you. الوحدة الرابعة. Miss Hoor, can you hear us? Yes, I can hear. Okay, you will repeat. Can you hear me? Yes. Voice is not audible, sir. اليومية. Repeat. يومية. الحياة اليومية. الحياة يومية. الدرس 35. الدرس 35. التدريب 5. التدريب الخامس. اقرأ الفقرة اقرأ الفكرة ثم أجب. ثم أجب. أسرة أحمد لا تنام بعد الصلاة يوم العطلة. يتنام بعد صلاتي يوم العطلة. غلط. من يجي سنة من ويبولا. أحمد لا تنام بعد الصلاة يوم ثم أجب. أسرة أحمد لا تنام بعد ثم الصلاة أجب. يوم العطلة. ये जुमला लिखा हुआ है उसरतु अहमद ला तनामु बाद सलाती यौम अल-उतला لا تنام بعد صلاة يوم الاثنين. ثم أجب. أسرة أحمد لا تنام بعد الصلاة يوم العطلة. لا تنام بعد الصلاة يوم العطلة. طه يكنس غرفة الجلوس. طه يكنس غرفة الجلوس. غرفة الجلوس. وفاطمة تكنس جلوس. غرفة النوم.
وفاطمة تكنس غرفة النوم. وأحمد يغسل الملابس، Think she has lost the internet. Isa Hambisa Samia Kayum. Jee, assalam alaikum. Wa alaikum assalam. You will repeat whatever you hear. Al Wahda Al Rabi'a. Al Wahda Al Rabi'a. الحياة اليومية. الحياة اليومية. الدرس الخامس والثلاثون. الدرس الخامس وثلاثون. التدريب الخامس. التدريب الخامس. اقرأ الفقرة ثم أجب. اقرأ الفقرة ثم يجد. أجيب. أجيب ثم أجيب. أسرة أحمد لا تنام بعد الصلاة يوم العطلة. أسرة أحمد لا تنام بعد الصلاة يوم العطلة. طه يكنس غرفة الجلوس. طه يكنس غرفة الجلوس. وفاطمة تكنس غرفة النوم. وفاطمة تكنس غرفة النوم. وأحمد يغسل الملابس. وأحمد يغسل الملابس. ولطيفة تكوي الملابس. ولطيفة تكوي الملابس. والجدة تغسل الأطباق. والجدة يغسل الأطباق. تغسل ال أغسل. والجدة أغسل تغ الأطباق. تغ تا جزاك الله. والجدة تغسل الأطباق. منى. الجد يقرأ القرآن. والجد يقرأ القرآن. سارة. Do you hear us? Yes, sir. Can you hear me, sir? We can't hear you. Sir, can you hear me now? Yes, no, I can hear you. Yes, sir. التدريب الثالث. Pete. التدريب الثالث. ثاني. ثاني. Okay. التدريب الثاني. اقرأ الفقرة ثم أجب. اقرأ الفكرة ثم أجب. اقرأ الفكرة. اقرأ الفكرة ثم أجب. يستيقظ طاهر عند الفجر. يستيقظ طاهر عند الفجر. ويتوضأ في البيت. ويتوضأ في البيت. ويذهب إلى المسجد. ويذهب إلى المسجد. يصلي طاهر الفجر في المسجد. يصلي طاهر الفجر في المسجد. طاهر يقرأ القرآن. طاهر يقرأ القرآن. ولا ينام بعد الصلاة. ولا ينام بعد الصلاة. Then you have writing chapter. You can ask me if you don't understand anything from.
writing chapter. So here we completed the fourth unit. Kadakmalna al Wahdatul Rabbia. Alhamdulillah. So I just had a question, sir, for you. Yes. Yeah. Sir, in the previous lesson, you said whenever there is seen, sa'aknusu, it will be I will, sir. Yes. Okay, sir. Miss Hoor, yes, tell me the meanings. Astayqizu. Istayqaza. Istayqaza. मुझे नहीं मतलब आता. Isa hum bisa. Yes, sir. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. What is the meaning of istayqaza? He woke up. He woke up. He woke up, yeah. Next, yastayqizu. Sorry? Yastayqizu. He will wake up. He wakes up. Okay. Next, atbaq meaning about can't hear you. Our Plates, first. dishes. Next. Next. Awal first. I then again. Also. I then mean also. Next. B. Also. B. With. With. Arfajar. Preposition. Preposition. Okay. Bada. Afila. Bada after. Bada after. Tilfaz. Tilfaz television. Salisa. Salt. Sani. Second. Second, Samia. Yes, sir. Next, Hafila. Bas. Zahaba. He went. Yadhabu. He goes. He goes. Okay. He goes. Rabi, four. Sa, will. Sa, will, sir? Yes, Sa mean will, correct. Okay. Sabiqa, sabi'a, seven. Seven. As-sa'ata, seven. As-sa'a, use for time? Yes. Sa'a, time. Sayyara, car. Shahada, he witness. Yushahidu, yushahidu, he sees. Okay, Shahada, he witnessed, past tense. Yushahidu, he witnesses, or he witnessed, present tense. He witness. Sabah, morning. Sara. Sir. Sahifa is a newspaper. As-sala is prayer. Ghasala is he bathed. He washed. He washed. Okay, he washed. Yaksilu, he washes.
فعلا is he did. يفعل he is doing. كبير is big. كتاب is book. كنسة is so is the vacuum cleaner? No, he cleaned. He swept, he cleaned. Okay, cleaned. Okay, he cleaned. Yaknusu, he is cleaning. Kavi? Kava. Kava. What does this mean, sir? Kava? He ironed. Okay, he ironed. Yakvi, he irons. Miss Hoor. السلام عليكم. وعليكم السلام. لا لا نهي نافذة نافية نيجاتيف. نافية مبكرا start early early متأخرا late متى when مدرسة school ملابس clothes clothes ينام نام he sleeping slept he slept نام he slept ينام sleep يوم أتلى holidays يوم عمل working days I think إيسا هم بيسا يس سل بين الشيء والمكان الذي يوجد فيه أين نجد فرن Where do we find the fern? Which option? أي خيار؟ Where do you find the fern or one? In which place? Makan mean place. Where? The option is matbakh. Al jawab matbakh. Okay. Next, sarir, bed. Which option? Ghurfatun Naum. Ghurfatun Naum. Arika. Ghurfatu Julusin. Ghurfatu Julus. Mira. Hammam. Hammam. In this way, all of you will do these questions and then send me. Do it right now and send me the picture of your answers. I am waiting. So a student has sent it. Fun, matbakh, sarir, ghurfatul julus, arika. Whoever has sent this, can you tell me what is the meaning of arika? Afshan Rehman. Wa alaikum salam. What is the meaning of arika? Sofa. Sofa. And what is hammam? Washroom. So we cannot use sofa in the washroom. This is wrong. That's not my work. Okay. Who is this? I think Jion Haika. Did you send this one? Okay, whoever, just correct your mistake. Yeah. Next, Mira. What is the meaning of Mira? Mirror.
Mirror. Mirror. So mirror is used in hammam. Okay, so you do need to join mirror with hammam and arika with ghurfatun naum. Kitab madrasa, salab masjid. Rest of the options correct. No mirror. So what is the meaning of Quran? The first one. Full mean oven. Yeah. Okay, thank you. Okay, next student, Samia Kayum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Bintun. Bintun. Rajulani wa nisa'u. Repeat. Rajulani wa nisa'un. Huwa yatbukhu. Huwa yatbukhu. Rajulani wa nisa'u. Rajulani wa nisa'u. Third option. Rajulani wa nisa'u. He is cooking. Huwa yatbukhu. Second. هو يطبخ. هي تطبخ. هي تطبخ. هو يطبخ. He is cooking. Fourth option. هو يطبخ. هو يطبخ. She is cooking. هي تطبخ. Second option. هي تطبخ. هما يطبخان. هما يطبخان. هو يطبخ. هو يطبخ. He is cooking. Third option. هو يطبخ. هما يطبخان. هما يطبخان. Fourth option. هما يطبخان. رجلان ونساء. هما رجلان ونساء. Two men and women. Fourth option. هي تطبخ. هي تطبخ. She is cooking. Third option. هي تطبخ. الولدان يسبحان. الولدان يسبحان. هما يطبخان. They both are cooking. First option. They are both cooking. هما يطبخان. The two boys are swimming. Al-waldani yasbuhani. Second option. Al-waladani yasbuhani. Al-waladani yasbuhani. Hiya tatbukhu. She is cooking. Fourth option. Hiya tatbukhu. Al-waladani yasbuhani. Hiya tatbukhu. Al-waladani yasbuhani. Third option. The two boys are swimming. Al-waladani yasbuhani. Huma yatbukhani. هما يطبخان. They are both cooking. Third option. هما يطبخان. هما يطبخان. الولدان يسبحان. The two boys are swimming. Second option. الولدان يسبحان. رجلان ونساء. رجلان ونساء. Two men and women. Second option. رجلان ونساء. ونساء. Two men and women. It will be Rajulani. Rajulani Wanisa'u. Second. She is cooking. Hiya tatbukhu. Hiya tatbukhu. Rajulani Wanisa'u. Rajulani Wanisa'u. رجلان ونساء. He is cooking. هو يطبخ. هو يطبخ. Two men and women. رجلان و مرأة. رجلان ونساء. نساء. Okay, sir.
هي تطبخ. She is cooking first. هي تطبخ. هو يطبخ. هو يطبخ. The second one. He هو is cooking. يطبخ. They both are cooking. They both. هما يطبخان. هما يطبخان. هي تطبخ. تطبخ. A third. She is cooking. هي تطبخ. هما يطبخان. They are both cooking. هما Second. يطبخان. The two boys are swimming. الولدان يسبحان. هو يطبخ. يسبحان. ما هو يطبخ. يطبخ. He is cooking. He is cooking. هو Second. يطبخ. He is cooking. الولدان يسبحان. The two boys are swimming. Second. ولدان يسبحان. هما يطبخان. They are both cooking. هما يطبخان. Second. الولدان يسبحان. الولدان يسبحان. The two boys are swimming. الولدان يسبحان. Anybody any question? So what is the root word for swimming, sir? Yes, bahani is when two of them are swimming, sir. Sabhun. Yes, Sabhun. Bahu. Okay. Yes, Bahu. He is swimming. Okay. Sabaha. Yes, Bahu. Okay. He is